نختلف معه في بند في بندين مفيش مانع على الإطلاق، لا حرج نختلف في المادة الفلانية والمادة الفلانية من مواد الإعلان الدستوري، لا حرج، لكن عبر عن رأيك بأسلوب مهذب مؤدب، ولا تنسى أنه رئيس له شرعية، له شرعية، شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية. لا يجوز على الإطلاق أن يخرج البعض بالأمس وينادي ويقول ارحل، أنت تقول لمن اختار من هذا الشعب ارحل إذن. طب هذا لو رحل وجاء بعد ذلك رئيس من هذا التيار وخرج الإسلاميون عن بكرة أبيهم وقال له ارحل، طب ما هي النهاية؟ ما هي النتيجة؟ إذن لا كرامة لشعب مصر ولا قيمة لاختيار هذا الشعب على الإطلاق. هذا له حق بنص القرآن وبنص السنة، ثم حق بإرادة هذا الشعب العبقري.